الهاجس اللي جبلته يمسك دروبه حتى يا حتى يا محمد يا عز والله كبله عذبها لازم جلال سعيه ارجب ضحى البلاد دليله مرحبا يا دارنا شايب مرحبا يا عز والله كبله عذبها لازم جلال سعيه ارجب ضحى البلاد دليله مرحبا يا دارنا شايب سلام يا عليكم يا لراكم العدوان بني عام من اللي تلطم الجاره والذله اهل المجد والحرب لثوار الدخان
تزهج الدار والحلة توطل خصوم وتزهج الدار والحلة على الله بدت القافة بسم الله الرحمن وخلا كلام اللي بدا ياد بسم الله بدعت القصد أخوان قصيد لها نشاط طرات القصد الجذر لجاع على حلة سلامي عليكم يا للاك عم العدوان من عمنا اللي قلب مشر ودلة أهل المجد وأهل الحب لثور الضخات والضخصام وتزهج الدار والحلة أهل الفتحة العجلة أهل راكة أهل الفتحة العجلة أهل راكة أهل فتحة العجلة وهي كمة الضيفة تثني القران الضيفان والناس في قلة وعلى دعوة الطيب وانتبات الشيخان زحول لمش علا غدا في الزمن خلة أهل ماضي وذكرى يخلق مع الأزمان وأهل حاضر في صفحة المجد سجلة علينا وجينا الحبل من منطقة رجلان Thank you.
Oh,
أقول لسعد مبروك يا معرب جد الرقيت ابن سبت المرقب العز ما شاء الله حفيدت ورث المجد وامتراد الشجع الضاع البرق اللي يفتخر فيه من شلك تجمل وشل البرق ولا حسب الأقوال وباع العظيم دول من أجران والملة وبنت الكريم الشجع الندر كحل العز جنة الفردوس يا رب فلله وصلوا على الهدي محمد نسل عدنان وسبحان من حل نسجد لوجهه الظل على الله بدأت القاف بسم الله الرحمن وخنا الكلام اللي بدأ
المباني لما نسمعها قصدنا الله وياه وما شبع ولا بقى الله يزين الحال الله منكم الله منكم وش حالكم جميع عساكم طيبين صلاة على النبي أول رأي والله يجمعكم على الله ودينا وديكم على الله وصلاة صدق الله في علمه الرأي الثاني فكوا يا مطلق المطاليق والحواتم غانمة جو سعود وترثون على كل سؤال أجمع ذا المطاليق اللي شفتوا وديهم الكم برمز مساعد في ضيف ضيفان 3500 الرأي الثاني فأنتوا اللي جايين من برا الرياض أداكم بكرة في عدنا عظم سلطان بكرة نظركم هو وجه الله في قبول يا سلام يا الهم جاء ريال بريال ومثل ما قال مصر الورق والصبح غداكم عندنا عند العرض والسلطان قطاب منكم بالله على غدا إن شاء الله الهم جاه سألكم بالله سألكم بالله ليه الهم جاه على غدا مكرا أبو عفاكم سلامة أبو عفاكم سعيدون بي الله يجمع لكم على الله جزا صلى الله عبد الله وطالب أخوان عليان وسامه في كل شيء قطع طبعا جماعة مهديان لباتنا ورماء وانا نسيت انا خاص بس من اهل الشرقيه الكوميه وزوج ولا عندهم كل العاب وتطمنين على العلم الزين بكرامات وشهد الطيبه جعل حمله في الجو الله يمنعنا يمنعكم من لدى الله عندنا قول للمؤمنين اول اجلكم شر اطلق فيها مجال انا ما جاب والله ما لها مجال يا سلام لك بالقرآن
القاف بسم الله الرحمن وخير الكلام اللي بدايات بسم الله بدعت القصيدة والقصايد لها نشان طرات القصيد الجذل اللي جاء على حل سلامي عليكم يا لراجع عمل عدوان من عمنا اللي تنظم الشرق والدلة أهل المجد وأهل الحرب لثور الدخان توضى الخصام وتسهج الدار والحلة هل الفزعة العجلة هل راكة هل الفزعة العجلة هل راكة أهل فزعة العجلة وهل كلمة الضيفة تثنى القرى للضيفان والناس بقلة وعلى دعوة للطيب وامترات الشيخان زحول المشعلة غدا فزم الخلة أهل ماضي ذكرى يخلت مع الأزمان وأهل حاضر في صفحة المجد سجلة عنينا وجينا الحفل من منطقة رجلان لمن دعانا الكاف وجيناه قدر الله لمن دعانا الكاف وجيناه قدر الله وقدر اللي فيه الوافي وجده بالإهانة بن حامد اللي لا تقال الحمل شلة بن حامد محمد بفعل المراد البنكري من شجاع الحايز إن الفخر كله وأقول لسعد مبروك يا معرب جد الرقيت ابن سبت المر قبل عز ما شاء الله حفيدت ورث المجد وامتر راد الشجع الراعى البرق اللي يفتخر فيه من شله تجمل وشل البرق ولا حسب الاكوان وباع العظيم دول من اجران والمله وبنت الكريم الشجع الندر كحيل العسى جنه الفردوس يا رب فلله وصلوا على الهدي محمد نسل عدنان وسبحان من حنى سجد لوجهه الظله على الله بدات القاف بسم الله الرحمن وخير الكلام اللي بدايات بسم الله بدعت القصيدة والقصايد لها نشان طرات القصيد الجذل اللي جاء على حل سلامي عليكم يا لراجع عمل عدوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه الله يعز البلاد والعباد لكل حكومة خادم الحرمين الشريفين والله يجمعنا وإياكم على ما يحبه الله ويرضاه ومن متزوج والله يبارك له إن شاء الله اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير ضبطنا مع حال ربعنا الحوات الغانة ولبناتنا حمياء العلي 2500 الدعوة زواج والحمد لله دنيا بسيطة ونسلم من عيد في هذا الدعوة
بالقوي في قلبه في الشدايد وعين اهل الجميع.
Mama.
يزداد أمرنا بهجةً وسروراً. نشكركم على تلبيتكم لدعوتنا. باسم الشيخ محمد بن ريب بن فرحان أراكة وأبنائه خاصة وباسم كريمة أراكة عامة، نقول لكم حياكم الله، حلمتم أهلاً ووطئتم سهلاً، فأنتم أهل الوفاء، فلكم منا كل التقدير. وباسمكم جميعا نبارك لفارس هذه الليلة الشاب سعد بن علي بن محمد أبراكة، ونقول له قول النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ونسأل الله أن يبارك له ويرزقه الذرية الصالحة إنه قدير على ذلك. وولي عهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله، وإلى الأمة العربية عامة والسعودية خاصة، وإلى حضورنا الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالمن والاستقرار. ضيوفنا الأعزاء، نبدأ وإياكم أولى فقرات حفلنا هذا، وخير ما نبدأ به آيات من كتاب الله الحكيم.
Oh.
والخط سوداء. الظلام يبتدي بالسلام وينتهي بالسلام، وكل رجال من الفلد يسد الكلام والخدم على وصلى بدار الحرام على مصلي على محمد فاضل الثاني. سلام عليكم جميعا. صلى الله I'm
عجز اللي جبلته يا مسك دروبة حتى يا حرام يا عاند ري ويا صاني رحب بضيفاني الليلة بصوبة الليلة بومن جميع أرض على وطني نصف كرم أهلي صار النار مشبوبة دماثة الخلق تجنن نصفها الثاني رحب بضيفاني الليلة بصوبة الليلة بومن جميع أرض على وطني يا محمد أفهمك ريا ومكتوبة باللي حضر بالحفل من قصي وداني على الشحب والدلال الصغر مصبوبة والطيب في مجلس اللي تكرم العاني والطيب في مجلس اللي تكرم العاني عندنا رحب